بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميا مسا. ورمضان كريم. يا جماعة يا جماعة، أنا زهقت من كتر ما بقف على أي إشارة ولاقي مليون واحد بيبيع لي شماسي، ومليون واحد بيبيع لي البطريق المنفوخ ده، عارفينه؟ ده طلع موضة جديدة دلوقتي، بيبيع لك بطريق منفوخ. طب عيال صغيرة وفهمنا، لكن يبيعهولي أنا ليه؟ أعمل بيه إيه يعني؟ مش فاهمة. وبيعوا إيه تاني؟ لبان ومصاصات وإيه تاني؟ ده غير الشحاتة، الشحاتة دي نحطها على جنب. مناديل وفل. ليه ما بيبيعوش بطريقة لذيذة؟ لازم يخبط لك مراية العربية ويعملوا حاجات نصكم، ليه ما يبقاش رقيق وناعم كده؟ طب تعالوا نتخيل كده لو الفنان الجميل محمد محيي بقى بيبيع وبيسرح في الشارع. طبعا محمد محيي اول حاجه هيبتدي يبيع ايه؟ مناديل في الشارع، ولما يلمح الاتوبيس بتاع خط شبرا اللي مليان زباين يقوم يفط ينط في الاتوبيس ويبتدي يبيع للناس، مش كده ولا ايه؟ بس المهم انه مش هيبيع بطريقه عاديه، نو نو نو، ده اول ما هيدخل حلاقيه يبتدي يقول للناس ايه؟ ايه انت يا فندي وانت يا بي، انت يا ست هتشتري، اشتروا مني بربع جنيه حبالي. ولا هقولي خمسة جنيه ولا تدفعش نص جنيه، كله عندي بربع جنيه حبالي. الناس بقى بيبيع عشان يشتروا منه. وطبعا الاغنيه دي هتخلي محيي مشهور جدا في الاتوبيس بتاع شبرا، وكل الركاب هيبقوا عارفينه، بس البلديه بقى بتفط تنط برضه. مش هتسيبه في حاله، وهتاخد منه كل البضاعه اللي معاه، وهتخرب بيته كمان. يا سلام، هي البلديه بيهمها؟ بس طبعا محيي مش هيسكت، وهيقعد يصرخ ويقول ايه؟ قادر وتعملها، خدت حاجات باكل انا منها، عايش في تبات، قادر وتعملها، وخدت حاجات عايش في تبات، قادر وتعمل ما تغر وتنساني، وبتاعتي مش تكسرها تحبسني من تاني. روح يا شيخ، ربنا عزلم المبتلي، روح خلاص مش ناوي ابيع حاجة تاني.
عروقي عروقي. يا ديس. طبعا كلام محي ده مش هيأثر في بتوع البلدية خالص، بالعكس دول كمان هيعملوا له محضر ويدخلوه السجن، وهنسمع محي وهو يا حبيب قلبي في السجن بيقول ايه. ما طلعش برياع بيسرح ولا ايه؟ مشاهدينا هنروح فاصل وارجعوا لي مره تانيه. لو سألتك انت بتحبه هتقول اه من غير ما تحلف، ولو رحت عند الدكتور هيقولك شوف افلامه من غير ما تكشف، ما هو في الهمجي وونيس وانت حر كان بيقول السر وكمان بيكشف. رحبوا معانا بالفنان النجم عبدالله مشرف. القمر ده. اتفضل. شكرا ليكم جميعا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. مساء الخير. ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه يا قمر؟ الحمد لله جميل. رمضان كريم. الله اكرم. بس انا ما فهمتش وانت داخل كنت بتعمل لي كده، يعني ايه؟ كنت بعمل زي ونيس. السينما. انت بتحب السينما قوي؟ وبقالك من زمان بتعمل سينما، بس ما كنتش عارفة ان انت عشان تتفرج على السينما في بيتك لازم تبقى عايش في جو السينما، ايه الحكاية؟ لا يعني انا وانا عندي 10 سنين كنت لما ادخل السينما اتفرج على الفيلم الاجنبي والفيلم العربي والحاجات دي، فعملت سينما في البيت. سينما بمعنى ايه بقى؟ ان انا اللي امثل كل الحاجات اللي بشوفها دي. يعني اعمل الفيلم الاجنبي واعمل اشاره الفيلم اللي جاي، واعمل بقى لاخواتي واولاد عمي وبتاع، اعمل لهم سينما دكتين قدام كده وسلم وبعدين 4 كراسي وعامل سينما بقى. اوكي. اعيشها بخيالي. يعني ما كنتش اقلد الفنانين، لا انا بدخلك السينما عندي كانك دخلت السينما الحقيقيه. بمعنى ان انا بقى كنت الواحد بقى عنده 10 سنين واخد بالك، يعني شفت فيلم مثلا لفريد شوقي، شفت فيلم لعبد الحليم حافظ، حتى اي حد خلاص اتفرجت على الفيلم اتبهرت بيه اجي مألف اسم فيلم احبه وتعمل انت فيلم واعمل الفيلم بقى قصه. طب انت كنت بتعمل كل الشخصيات؟ كل الشخصيات. طب يعني ممكن تدينا نبذه؟ والنبي 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 والنبي. ممكن النبي نبذه كده.
طب انت زعلان مني يا لا هي دي طبعا يعني ما تبصلي انت ما تبصش الناحيه الثانيه عشان الجمهور اذا كان كده ماشي يعني بعملها كده بس قافل كده دقيقه واحده بس تبص للجمهور وترجع لي على طول عشان بغير ده انا خلاص انا مش هعرف اروح النهارده عشان لا هتروح يا اخويا ما تقلقش حاجه صغيره بس يعرف الابداع الجميل عشان ما بقاش ايه المهم انا حاجه اقف جنبك على طول تعالي اقعدي قدامي انت امال تعال اعمل ايه قول انا هقول لك امال القدر اقوى مني ومنك وانت تقولي خالد انا ليا ابن هو كل حياتي خالد ليه ابن انا خالد انا ليا ابن هو كل حياتي ماله الابن انت ليك ابن هو كل حياتك وانا ليا قلب انت كل حياتك اوكي بقى حزينه وانا بقولها انت بقى هو جاي لك عمر الشريف الاول